السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا فيديو جديد النهاردة عن listening skill وأنواع listening skill. بكل بساطة ما جاء أتكلم عن listening skill، ممكن أقول إن هي عملية بيتم فيها سماع بعض الأصوات، والمخ هنا بيشتغل يا إما يقبل هذه الأصوات ويوديها للونج تيرم ميموري أو يحذفها تماما. لما يوديها للونج تيرم ميموري اللي هي ذاكرة المدى البعيد، بيتم خلاص فهم الرسالة وعلى أساسها بيتم الاستجابة. لما نتكلم عن أنواع الليسنينج، ممكن أقول إن أول نوع بيبقى اسمه intensive listening، وفي النوع دوت الليسنر بيتم تركيزه على إن هو يسمع بعض الكلمات الوردز معينة أو الانتونيشن باترنز عشان يفهم معلومات معينة. بيبقى النوع دوت يتماشى خالص مع المستوى الأولاني في المتعلمين في اللغة الإنجليزية. النوع الثاني عندنا النهاردة اسمه extensive listening، والنوع دوت سهل برضو، وهو عبارة عن المستمع بيتم تركيزه على إن هو يفهم الفكرة العامة للنص، الفكرة العامة للنص الجنرال ايديا. بيؤدي النوع دوت لحاجة اسمها اوتوماتيسيتي، بمعنى ان الانسان خلاص او الليسنر اللي بيجي يتعلم دوت ما بيسمع نص معين بيفهم اوتوماتيك، وده بيحتاج تدريب طبعا، لان احنا عارفين المقولة المشهورة practice makes perfect، بمعنى ان كل ما تتدرب في حاجة معينة بتوصل ليه ان انت بتبقى شاطر فيها جدا. فالانجليزي عامة من اوله لاخره بيحتاج تدريب، سواء بقى في listening, speaking, writing, reading او اي مهارة في الدنيا بتحتاج تدريب. النوع الثالث اللي معانا النهاردة اسمه responsive listening. دوت لما يجي السبيكر يتكلم بيتأثر جدا بالباك جراوند اللي عنده، بالثقافة اللي عنده، فبنلاقي ان شخصية المتحدث بتبان جدا في النص اللي احنا بنسمعه دوت. النوع اللي بعد كده اسمه interactive listening او interactive listening. النوع دوت معناه الاستماع التفاعلي، وده ما بيبانش فيه بس listening، ولكن كمان بيبان فيه speaking، لأنه هو بيتم فيه تفاعل ما بين speaker والlistening. ممكن نشوف النوع دوت في المناقشات discussion، في interviews and so on. طيب النوع الأخير اللي معنا النهاردة اسمه autonomous listening، والنوع دوت معناه الاستماع الاعتمادي، او انا بسمع مع نفسي برا الاكاديمية اللي انا بتعلم فيها. والنوع دوت مفيد جدا طبعا، لان هو بالتكرار وبالتدريب هتبقى متفوق في المهارة ديت، لان ده بيؤدي الى التعلم الاعتمادي او الاعتماد على النفس، وكمان بيزيد في الثقة، يزيد ثقة الإنسان في نفسه. وده المشهور والمنتشر الأيام ديت. ممكن مثلا أستمع إلى مثلا بودكاست في اليوتيوب، أستمع إلى راديو معين باللغة الإنجليزية، وده مرتبط بالنوع الأخير اللي أنا قلت عليه اللي اسمه autonomous listening. ده كان فيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون أفادكم، وكانت معكم سوسن سامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.